قسم کی بڑی بری بیماری سے بچاؤ کی دعائیں. اللهم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام. اللهم انی اسألک العافیة فی الدنیا والآخرة. اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی دینی ودنیای واهلی ومالی. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء. قسم کی بڑی بری بیماری سے بچاؤ کی دعائیں. اللهم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام. اللهم انی اسألک العافية فی الدنیا والآخرة. اللهم انی اسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.